صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم عشرة لسنة 2023 بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل وتشجيع وحماية الاستثمار بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه صدق على الاتفاقيه بين مملكه البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحمايه الاستثمار الموقعه في مدينه المنامه بتاريخ الثالث والعشرين من يونيو الفين واثنين وعشرين والمرافقه لهذا القانون